طيب يعني برضو أنا هرجع لشيء لطيف لكنه برضو له معنى. كونت مع الأستاذ يسري الجندي فرقة مسرحية أيضا في سن مبكرة جدا جدا. تمام، احنا اتخرجنا من معهد المعلمين العام. يعني احنا كنا في المرحلة الابتدائية مع بعض، ونتيجة ظروفنا الاجتماعية المتواضعة فما دخلناش لا إعدادي ولا ثانوي. دخلنا معهد المعلمين اللي هو بعد الابتدائية بخمس سنوات. نخرج بعدها مدرسين، وبالتالي نقدر نتولى مسؤولياتنا الاجتماعية. يعني أنا شخصيا والدي كان متوفي، ومسؤولياتي الاجتماعية تقتضي أن أنا أقتصر في التعليم، بس أنا بعدها وصلت تعليمي المنزلي. يعني خدت الإعدادية وخدت الثانوية وخدت الجامعة كله وأنا قاعد فيه وأنا مدرس في المرحلة الابتدائية في دمياط. لما تخرجنا سنة 59، المدرس اللي كان قال لنا اعملوا مسرحية وألفوا يا أولاد، هو كان النقيب بتاع الرابطة، رابطة التعليم الابتدائي. فقال لنا تعالوا عندي في الرابطة، وكنا احنا أعضاء في الرابطة باعتبارنا مدرسين، واعملوا لي مسرح. ومنحنا 500 جنيه في هذا الزمن، مبلغ كبير. مبلغ ضخم. ماذا فعلتم في الحقيقة؟ فيسري الجندي ألف مسرحية بيتناول فيها قضية مهمة جدا. قضية ايه؟ وانا كان في الفترة دي فترة الثورة الجزائرية. فبيتكلم عن كيف يواجه الغرب الشرق في مسألة قضية الجزائر وضرورة حرية الجزائريين والوصول إلى الاستقلال. فتناول هذه القضية بس من وجهة النظر الفرنسية بشخصيات فرنسية، يعني عمل مسرحية وكأنها مؤلفة من قبل الفرنسيين، كاتب فرنسي. كانت اسمها الشمس وصحراء. طيب الجليد. وعرضتوها فين؟ حتى الاسم نفسه في راس البر، أعتقد في راس البر. قدمناه على مسرح الجمهورية اللي هو كان يملكها واحد اسمه البيومي، بس كان نتيجتها ليس كما توقعته. هو طبعا احنا بنقول وكاتبين في البامفلت اللي كتبناه المسرح التجريبي، يقدم مسرحيه الثأر ورحله العزاء. طب كلمه المسرح التجريبي انتوا ابتكرتوها؟ لان اعتقد انها كانت اول مره تستخدم في مصر. لا، لان احنا واحنا قراءتنا في المسرح اكتشفنا ان هناك اتجاهات جديده. ده كان في الوقت ده مثلا المسرح الوجودي، المسرح العبثي، وانواع كثيره جدا من الكتاب اللي كانوا بيعملوا في الغرب، بيألفوا وبيقدموا قضايا ونظريات جديده في المسرح. قدمتوا المسرحيه انها احنا مش اقل منهم، احنا مش اقل منهم، ما احنا لنا مسرح برضه ولنا، ونقدر نستوعب هذا المسرح الغربي ونقدم مسرحنا من وجهه نظرنا. وقدمناه فعلا العرض، وكان طبعا الجمهور قاعد مساهم عرض باللغه العربيه الفصحى وشخصيات اجنبيه وموضوع فكري. نظري بيتناول قضايا الشرق والغرب ومواجهه الاستعمار وكيف نحقق الـ 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 الاستقلال للشعب الجزائري. كانت النتيجه ان احنا فشلنا في هذا العرض، بس كان هذا العرض ادى الى نتائج ايجابيه بالنسبه لنا شخصيا. وهو اتعلمتوا منه ايه؟ ان احنا نتجه الى الشعب ونقول الشعب هو اللي بنقدم له المسرح. احنا ما بنقدمش لناس مجهولين مجرد مصطفين او ناس جايين يتفرجوا بشكل عام، لا، احنا بنتوجه لجمهور معين وهو الجمهور الشعبي. ومن هنا اتجهنا للتراث الشعبي. ايوه، التراث. التراث. وبالتالي هنجد ان يسري الجندي مثلا اتجه الى السير الشعبيه. كتب فيها كتير. السير الشعبيه. انا كتبت فيه الحكايات الشعبية والتراث الشعبي بشكل عام، وكل ما يتصل بالتراث الشعبي أنا اشتغلت فيه. سواء المحبة الذاتية أو السامر الشعبي أو الخيال الظل، أو يعني كل ما يتصل بالمفردات الشعبية احنا عملناه في الحقيقة. ولذلك احنا بنعتبر نفسنا أنا ويسري والجيل بتاعنا جيل ثالث للجيلين السابقين، اللي هو جيل الرواد. وجيل الستينيات. صح. فاحنا الجيل الثالث اللي جاء بعده.
لا وحضرتك كمان يعني يمكن دلوقتي بتقول شيء يعني نتعلم منه، انه التجارب الاولى ممكن نتعلم منها يعني لا تحبطنا بل بالعكس تدفعنا الى مزيد من النجاح والاختيار في الحياه. صحيح. يعني ودي طيب. برضو دعوه للشباب انه ممارسه التجربه مهم جدا بكل نتائجها السلبيه والايجابيه. بالتاكيد السلبي بيؤكد للجانب الايجابي ايضا. يعني أنا في اعتقادي أنه كل ما يواجه الإنسان جوانب سلبية يستطيع أن يكتشف الجوانب الإيجابية. لأنه لن يكتشفها إلا من خلال التجربة. فده اللي حصل فعلا بالنسبة لنا.